بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلمات يونت 9. ليسون 1 و 2. سينري، سينري يعني منظر طبيعي. سينري، سكريبت، ده السيناريو اللي بيبقى مكتوب في الافلام والمسرحيات، الكلام يعني اللي بيتقال. سكريبت، سكريبت. كوستيومز، كوستيومز دي الازياء خاصة بمناسبة معينة، ممكن مثلا أو أزياء التمثيل. ميك اب، ميك اب اللي هو المكياج يعني، ميك اب. شو يعرض، يبين، يوضح. شو والمودي منها شوت. أكتنج تمثيل، أكتنج. ميوزيكال انسترومنتس، ميوزيكال انسترومنتس الآلات الموسيقية. كرتون أفلام الكرتون، ودي بدبل أو عشان لو بأو واحدة يبقى كرتون، دي اللي هي الكرتونة اللي بيبقى مثلا كرتونة لبن، كرتونة عصير كده صغيرة دي، تمام؟ يبقى كرتون اللي هي أفلام الكرتون. سنشري قرن اللي هو 100 سنة. سنشري. فيو يعني رأي أو وجهة نظر. فيو. سكوبتشر يعني فن النحت أو سكوبتشر، وتنفع تمثال، تمثال منحوت يعني معمولة على الصخر كده أو خشب أو بتاع، اسمه سكوبتشر برضو يعني فن النحت أو تمثال. ريكومند يوصي بيه، ريكومند يوصي بيه كذا، الماضي بقى ريكومندد بالإيدي يعني الماضي. ريفيو مقال نقدي، ريفيو. بوتري اللي هو صناعة الأواني الفخارية، الشغلانة دي اسمها بوتري، صناعة الأواني الفخارية. أرتست فنان أو رسام، أرتست. بورتريت دي لوحة فنية أو صورة لشخص، صورة كبيرة كده بتجسد إنسان يعني شخص. كونسرت هول يعني قاعة للحفلات الموسيقية، كونسرت هول. ثيتر يعني مسرح، ثيتر. فاير فايتر، فاير فايتر رجال المطافي. بلاي، بلاي أكت، المفروض من أكت دي يمثل يعني، بيمثل في مسرحية أو فيلم. دراما كلاب، دراما كلاب دي نادي، نادي الدراما أو المسرح يعني، المكان اللي بيمثلوا فيه. بينتينج لوحة مرسومة، لوحة مرسومة. كولورفول ملون، حاجة ملونة دي صفة، مثلا كولورفول مثلا كذا يعني حاجة ملونة. تشارت مخطط أو رسم بياني، تشارت. ريكومنديشن التوصيات، ريكومنديشن. كالوجرافي الفيلم، الكلمه دي مهمه، كالوجرافي فن الخط، كالوجرافي فن الخط. تي في بروجرام برنامج تلفزيوني، تي في بروجرام. كلاي، كلاي الصلصال اللي بيشكلوه ده عشان يعملوا منه اواني وحاجات من دي. ستون يعني حجر او صخر، ستون. وود يا مصطفى عامل ايه؟ يا اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كلي اللي هو الصلصال، ستون. وود يعني خشب، نطق وود تتخطف كده في النطق، وود يعني خشب. تكستايل ميوزيوم اللي هو متحف المنسوجات، تكستايل ميوزيوم. ستاتيو تمثال، ستاتيو ده تمثال. اسلاميك اريا منطقة اسلامية، اسلاميك اريا. الافعال بقى سو، سود، سون، تلات سون يخيط. pay يدفع، paid ده التصريف التاني، paid. where يرتدي، war، where war، worn ده التالت. كلمة وعكسها ancient يعني قديم، عتيق، قديم قوي. عكسها modern حديث. dark يعني مظلم أو غامق اللون يعني. عكسها light يعني منور يعني أو فاتح، يعني لو حاجة عايز أقول لونها فاتح أو light، او المكان مضيء او اللايت. عكسها دارك طبعا مظلم، ولو حاجه في الملابس اقول غامقه، لونها غامق، او دارك بلو مثلا ازرق غامق، انما لو قلت لايت بلو ازرق فاتح. نكمل الكوليكيشنز دي يعني المتلازمات اللفظيه، حاجات بتيجي مع بعضها، فاقول دو ميك اب يعني تضع الميك اب، دو ميك اب. بلاي انسترومنت بتعزف على اله موسيقيه. use a computer يعني تستخدم الحاسب الآلي الكمبيوتر. give opinions يعني يقدم آراء، give opinions. give recommendations يعني يقدم توصيات، يطرح يعني يقولها يعني.
تيك فوتوز يلتقط صور، تيك فوتوز يلتقط صور. الكلمات دي مهمة جدا. ارتست الفنان او الرسام، انسترومنت آلة موسيقية، ميك اب المكياج، بورتريت يعني صورة بتجسد شخص، لوحة فنية كده، كرتون افلام الكرتون او الرسوم المتحركة، بوتري صناعة الاواني الفخارية، فيو يعني وجهة نظر، فيو وجهة نظر وتنفع منظر بيتشاف من البلكونة. بريف بريفرنس ده التفضيل، جاي من بريفير. ريكومند يوصي بيه او يرشح حاجة، يعني يقول الحاجة دي كويسة يعني فيوصي بيها. ريكومنديشن التوصية او التزكية. سينري خلفية المسرح، سينري خلفية المسرح. شو العرض بقى، ده العرض. سكوبتشر ده تمثال منحوت او النحت نفسه. كوستيوم دي ملابس خاصة، ممكن تكون ملابس تمثيل، ملابس مثلا مناسبة معينة بيلبسوها في مناسبة معينة دي اسمها كوستيوم. سكريبت ده النص، السيناريو، احنا بنقول عليه السيناريو المكتوب بتاع الافلام، الكلام اللي بيتقال في المسلسلات والافلام ده اسمه سكريبت. فوتوغراف التصوير، فوتوغراف. تمام، ايه الفرق بقى بين كلمة سين وسيناري وفيو؟ قال لي سين ده منظر، منظر او مشهد في مسرحية او مكان الحادث او الجريمة، المكان اللي ارتكبت فيه الحادثة او الجريمة ده اسمه سين، وممكن مشهد في مسرحية وتنفع منظر. انما سيناري ده منظر طبيعي يقصد به التضاريس الطبيعية للمكان، جبال بقى والوديان والحاجات دي. سيناري التانية دي تنفع بمعنى الاساس او الخلفية. تمام، الفرق بقى بين كرتون اللي بدبل او وكرتون اللي او واحده. اللي بدبل او دي الرسوم الكاريكاتيريه، الرسوم رسم كاريكاتيري في مجله او فيلم كرتون، انما التانية دي كرتون، دي عبوه يعني. كرتون اوف مثلا ميلك، كرتون يعني لبن او جوس، كرتونه عصير. الفرق برضو بين كوستيوم وكاستم. كوستيوم كده دي الملابس بتبقى خاصه بايه بمناسبه معينه، انما كاستم دي عاده او عرف زي كاستمز العادات والتقاليد. سكوبتشر وسكوبتر، طبعا سكوبتشر دي فن النحت او التمثال المنحوت نفسه، انما سكوبتر ده النحات، الشخص نفسه اللي بينحت الصخر عشان يشكل تمثال. في حاجه بقى اكسبريشنز مهم، جيت ريدي فور يستعد لي، جيت ريدي فور يستعد لي. هاف ان اند اوف يير شو يعني يقيم عرض نهايه العام. هيلب ويز ميوزك يساعد في الموسيقى. انسر ذا فون يرد على التليفون. كوايت دارك يعني مظلم الى حد ما، كوايت قبل الصفه يعني الى حد ما مظلم. انترستد ان مهتم بيه، ودي لازم يسبقها ام او از او ايه او ار فيرب تو بي. ريكومند بيجي ورا الفيرب في اي ان جي يعني يوصف، يوصف كذا يعني مثلا اي ريكومند ريدنج ذيس ستوري، انا اوصيك بقراءه هذه القصه. ريكومند ريدنج، ريكومند ايتنج كده. ساتش از مثل، ساتش از يعني مثل. اكت ان بلاي يمثل في مسرحيه. فيمس فور مشهور بي. ليرن تو يتعلم ان. هنا ليسن 3 4 نقرا مع بعض. اوركسترا دي فرقه موسيقيه يعني فرقه خاصه بعزف الموسيقى بس. اوركسترا ميوزيشن الموسيقار، ميوزيشن بالشين كده. راديو ريبورتر مراسل اذاعه، مراسل الاذاعه ده يعني بتاع الراديو مذيع الراديو. ديسيبلد يعني شخص معاق عنده اعاقه. كونسرت حفله موسيقيه، كونسرت. براود يعني فخور، براود يعني فخور. وندر يتساءل، وندر. هاج يحضن يعني. بلايند ده اعمى، ديف اصم ده اعمى مش كانت سي ما بيشوفش، انما ديف ده اطرش مش بيسمع، ده كانت هير. برايل دي طريقه، برايل دي بتبقى عباره عن نقط كده دوتس كده جنب بعضها بيحسس كده وبيعرف الكلام اللي مكتوب. ماشي، بابليك ترانسبورت وسائل المواصلات العامه، بابليك ترانسبورت. سكيلز مهاره، مهارات. سكيلز دي المهارات. سربرايزنج يعني مدهش او مفاجئ. ترافيك لايتس اشارات المرور. ستريت ستيرز درجات السلم. كلاسيكال ميوزك الموسيقى الكلاسيكيه. ويل تشير يعني كرسي متحرك. انترودكشن مقدمه. ديفيكولتي الصعوبه او العائق. ريليشن شيب اللي هي العلاقه، ريليشن شيب. كيرفولي يعني بحذر او بحرص. جس يخمن يحاول يعرف المعنى يعني. ايفنتس يعني احداث. بلوج مدونه الكترونيه، نيوز بيبر الجريده. الافعال هنا ليرن ليرنت ليرنت او ليرنت.
ممكن ليها تصريفين ايدي او تي. فول يسقط او يقع، المضارع منها فيل يعني سقط او وقع. فولين ده التالت. ليف ليفت ليفت ليف يغادر، ليفت غادر او ترك المكان يعني مشي. انترناشونال ممكن تنطق انترناشونال، دي دولي او عالمي. تحتيها انترستنج يعني شيق او ممتع، انترستنج. لوكال يعني محلي، بورينج يعني ممل. الكلمات بقى المهمة، بلايند أعمى، ده كانت سي أو نوت ايبل تو سي، غير قادر إن هو يشوف. ديف أصم، ده كانت هير لا يسمع، أو نوت ايبل تو هير غير قادر على السمع. ديسيبلد ده يعني شخص معاق عنده عجز كده أو إعاقة. تشيلو دي اسم آلة موسيقية، آلة التشيلو شبه الجيتار كده شوية. كلارينيت آلة الكلارينيت. فلوت ده الناي بقى المزمار بيزمره. فخج يحضن. اوركسترا الفرقة الموسيقية. هايد يخفي او يخبئ. ميوزيشن موسيقار. ترامبون دي اسم الآلة، آلة الترامبون آلة موسيقية برضو. برايل ده طريقة برايل للكتابة. ترامبت دي آلة البوق برضو كده زي مزمار كده. فيولين يعني آلة الكمانجا. كراي يبكي. التعبيرات الهامة وحروف الجر. the most difficult، كلمة the most مش بتترجم بس بتخليني أقول صيغة تفضيل، يعني مثلا the most beautiful أجمل، the most difficult أصعب، تبقى كلمة واحدة. think about يعني أصعب شيء بشأن كذا هو كذا. تمام. on the floor يعني على الأرض، ممكن on the street في الشارع، يبقى on the floor أو on the street. A person in a wheelchair يعني a person in a wheelchair يعني الشخص اللي على الكرسي المتحرك، الكرسي ده للعاجز يعني مش قادر يمشي، يبقى a person in a wheelchair يعني الشخص اللي على الكرسي المتحرك. be دي يعني verb to be in the orchestra يعني يكون عضو في الفرقة الموسيقية. make notes يدون ملاحظات، make notes. special about يعني مميز بخصوص او بشأن يعني special about. النور والامل chamber orchestra، دي اوركسترا جمعيه النور والامل. النور والامل chamber orchestra. spend a long time يعني يقضي وقتا طويلا. swap roles يتبادل الادوار. an introduction يعني المقدمه لي، an introduction مقدمه لي اللي وراها at the end في النهايه. have a good relationship يعني لديه علاقه طيبه بي كذا. A list of قائمة بي. become blind يصبح كفيف أو أعمى. in the way يعني بالطريقة. a school for girls يعني مدرسة بنات. practice instruments يعني بتمرن على آلة موسيقية، لأن instruments الآلات الموسيقية. read the music يعني يقرأ النوتة الموسيقية. read the music. throw مع down يعني يطرح الشيء أرضا يعني وقعه على الارض، يبقى ثرو شيء كده داون يعني يطرح الشيء ده ايه ارضا او يوقعه ارضا. شاوت ات يصرخ فيه، زعق يعني او يصيح في وجه. اون بابليك ترانسبورت في وسائل المواصلات العامه. 5 and 6 انفيتيشن الدعوه. انفيتيشن الدعوه. ريكوست طلب، ريكوست طلب. اسكيب يهرب. ثيم بارك مدينه الملاهي، ثيم بارك. actions احداث في فيلم او روايه. adventure فيلم، فيلم مغامرات. star يعني نجم او ممثل مشهور. reviewer يعني ناقد ادبي. invite يدعو. نكمل كلمه telephone conversation محادثه تليفونيه. telephone conversation يعني محادثه تليفونيه. table tennis لعبه تنس الطاوله. complete يعني يكمل. family party حفله عائليه. نكمل جوراسيك ده العصر الجوراسي. جوراسيك. سكير يعني مخيف. سكيري. ماشين آلة، ماشين. ريسايكل يعني يجيب الحاجات القديمة يعيد تصنيعها تانية، ورق مثلا بلاستيك بتاع. عملية الريسايكل يعني تدويرها يعني. لاند يعني يهبط وتمشي الأرض نفسها، اسمها لاند اليابس يعني. هيدن يعني مخبأ أو مخفي. سمر يعني ملخص. فايرز الحرائق او النيران. بريزنت يعني يقدم او يعرض. سكول بويز اللي هم تلاميذ المدرسه يعني سكول بويز. داي يموت عكسها ليف يعيش. داي عكسها ايه ليف. كلمات بقى المهمه.
اكشن يعني احداث في فيلم او روايه، ادفنشر فيلم، فيلم مغامرات، ادفنشر المغامره نفسها، اسكيب يهرب، ريفيو يعني ينتقد او ينقد يعني، ثيم بورك مدينه الملاهي، وندر يتساءل، كوليكيشنز متلازمات لفظيه، جيف انفورميشن يقدم معلومات، جيف انفورميشن، جيف ا بريزنتيشن يقدم عرض، give a presentation، give advice يقدم النصيحة، give advice، do calligraphy، do calligraphy يعني يقوم بفن الخط، يمارس يعني فن الخط، make a presentation يقدم عرض، make a presentation، make films يعني يصنع في أفلام أو يصور، make sculptures يعني يصنع قطع فنية منحوتة، make sculptures، ستوب فايرز يطفئ الحرائق او النيران، يعني يوقفها يعني او يطفيها، ستوب فايرز. طيب ناخد بقية الكلمات، انستد اوف بدلا من، انستد اوف بدلا من، سي يو ذن اراك لاحقا، سي يو ذن اراك يعني فيما بعد يعني اشوفك بعدين، ليف ماي هاوس اغادر منزلي، نيرلي دارك يعني مظلم تقريبا، اسك فور انفورميشن يطلب معلومات، ask for information، view of يعني منظر أو رؤية لي، live on the island يعيش على الجزيرة، live on the island، decide to يقرر أن، إنما decide on يحدد أو يختار، يعني مع to يقرر أن يفعل كذا، إنما التانية يقرر يحدد حاجة أو يختار حاجة، present your ideas يعني اعرض أفكارك، on the radio على الراديو، summary of يعني ملخص ليه.